أريج محطتنا الأولى لليوم رح نبتديها بقرع باب التميز الحالي اللي بتحقق لكل واحد فينا ويمتلك بصمة خاصة فيه بتندرج ضمن مكونات إطار العمل أو مجال التخصص. لنحكي بشكل موسع عن التميز وكيف فينا نتخلص من العادات السلوكية السلبية واكتساب مهارات عند التعامل مع المحيط. بصباحنا غير بسرنا نستضيف نور صافية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. على يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك نسور. يعني بالبداية نحن كتير نحب نكون متميزين، لكن حالة التميز حابين نتعرف عليها أكثر من حضرتك. هلأ بداية أول شيء لنعرف التميز لغة، عرفوه بمعجم الوسيط هو الرفعة. أما بالتعريف العام هو الأداء العالي للأشخاص ضمن المحيط تبعهم ضمن الفريق. فأنا وقت بدي يكون متميزة معناتها أنا بدي أفتح آفاق الإبداع، بدي يكون مبدعة بمجالي، بدي يكون مبدعة بين بالمجال اللي أنا عم بشتغل فيه بالتخصص اللي أنا فيه. فبدي وقت بدي وصل لمرحلة الإبداع فأنا متميزة عن جميع من حولي ضمن هذا المجال. طيب خلينا نحكي كيف يمكن الإنسان ببلش بحالة التميز، شو هي الخطوات اللي بيمرق فيها، أو كيف يكون متميز إن كان بمجال عمله أو بحياته الاجتماعية؟ هلأ اللحظة اللي هو بيكون عنده قرار داخلي بالتغيير، وقت أنا أخذ خلص أنا في عندي نقطة تغيير، بدي أتغير، بدي أخذ مسار جديد بالحياة. هون أول نقطة لحتى أبدأ بطريق التميز. بعدين لازم يكون في عندي مرونة أني أنا كيف أتعامل مع من حولي، لأنه إذا كنت أنا متشبسة بآرائي وأفكاري هذا رح يعطيني صعوبة بالتعامل مع محيطي ضمن أسرة، ضمن العمل، ضمن أي مجال أنا رح أكون فيه. ثانيا بده يكون في عندي هدف، حط الهدف وأمشي على خطوات هذا الهدف خطوة خطوة. أنا كيف بدي أصل لهدفي، كيف أنا بدي أحقق هدفي. بده يكون في عندي طموح، بده يكون في عندي ثورة حقيقية على الروتين الممل، الروتين اللي بيخليني أنا تم برتم واحد بحياتي. لا أنا بدي أخذ قرار، بدي بالتغيير. بس يمكن تحقيق الهدف فقط ما بيخلق حالة من التميز. يعني ممكن في كتير من الأشخاص بتقلك أنه أنا بعد مثلا الثانوية أنا بدي أدخل مثلا الطب أو بدي أدخل بتحقق هدف، بس الشخص المتميز أو حالة التميز هي بتفرض حالة على المجتمع والمحيط والحالة المهنية تختلف يمكن نوعا ما. بيكون هلأ هي وقت ياخد لحظة قرار أني أنا بدي أكون متميز بمجال عملي، أنا حطيت هدف ومشيت على هذا الهدف، بعدين أنا بدي أتميز ضمن المحيط اللي أنا فيه. يعني هو قرر انه يدخل طب، قرر انه يدخل صيدلي، في عنا كثير اطباء، في عنا كثير صيادله، ولكن متميز. انا بالمجال اللي انا فيه انا بدي اخلق لحظه ابداع، بدي اخلق شيء يكون انا مختلف فيه عن من حولي. تماما. يعني يمكن في بعض السلوكيات السلبيه يلي بنقوم فيها ضمن حياتنا اليوميه، يعني دائما بيكون في عادات نحن مفروضة علينا وتعودنا عليها، هاي العادات بتمنعنا انه نكون متميزين بحياتنا، كيف نقدر نتخلص من هالعادات؟ بداية أنا وقت أنا أعرف شو ذاتي، أعرف أنا شو نمطي أو شو برنامجي التمثيلي، شو برامجي العليا يلي أنا أقدر أتعامل فيها وأبني ألفة مع من حولي، هي أول درجات التميز حقيقة. وقت أنا أقعد بأي محيط موجودة فيه أقدر أنا أبني ألفة مع الطرف الآخر، ممكن عن طريق لغة جسد، ممكن عن طريق نبرة صوت، ممكن عن طريق لحن خطاب. بعدين أنا أعرف شو برنامجه التمثيلي حقيقة يلي هو أنا بدي أتعامل معه، مو أنا بدي أبني معه ألفة. فأنا هي الألفة بدها تكون على نفس النظام التمثيلي يلي هو موجود فيه. يعني بمعنى أوضح، إذا كان هو مثلا نظامه التمثيلي بصري، إنسان بصري، فأنا بدي أتعامل معه على أنه إنسان بصري، ما فيني أن أتعامل معه على أنه إنسان حسي، لأنه أنا ساعتها كسرت الألفة اللي بيني وبينه. أو إنسان حسي بيتعامل بالمشاعر والأحاسيس كتير، وأنا أجي أتعامل معه بشكل قيادي فورا، فأنا كسرت الألفة اللي أنا بيني وبينه. أو بداية أنا ما بدي أعمل ألفة، أنا بدي أشوف شو نظامه التمثيلي لأن أقدر أمشي معه لحتى أنا أقدر أعمل ألفة بيني وبينه. بس يمكن كمان حتى حالة التميز قديش فيك تفرضيها على المحيط إن كان العائلي أو المهني، لأنه في كتير من الأشخاص حتى حالة التميز والإبداع في مجالك المهني في أشخاص بيقللوا من قيمتها أو بيتصرفوا بطريقة غير لائقة تجاهها، أنه هيدا مش تميز، هيدا شيء طبيعي، مع أنه فعلا بتكوني أنت متميزة في مجال عملك ويكون في مقارنة بين هدول الشخصين بتلاقي لا فعلا في تفوق. هلأ طالما هو متميز بمجاله
اكيد حيكون في له كثير مثل المغرضين او الاعداء مو الاعداء الغيورين لانه في حاله من التنافس بيكون تماما. الانسان المتميز بيقدر يثبت نفسه، بيقدر الاهم انه يكسب القلوب. يعني في عنا نحن مثل ما بتعرفي انه في عنا لغات حب كثير، طب انا بدي اكسب قلوب، انا بدي اكسب معارف، انا بدي اكسب محبه بالمحيط اللي انا موجوده فيه، انا ما بدي اعمل عداوات حتى لو كان هو عدو كار او عدو مباشره تجاهي، فانا ما بدي اعمل هالعداوه هي. شوف شو لغه الحب يلي ممكن انا اقدر اتواصل طالما انا عندي بقراره نفسي انا بدي اعمل معه قنوات تواصل، بدي اشوف هو شو لغه الحب المناسبه له. بجوز لغه الحب المناسبه له بعض الكلمات التشجيعيه او المسايره له، مو المسايره، المرونه. المرونه كثير بتفرق عن المسايره. انا مثلا انت انسان ناجح مثلي فانا بعطيه، او انت انسان ناجح بعملك انا كثير بتمنى اني انا اكون مثلك، فانا اعطيته بعض القوه، بعض نقاط القوه يلي هو بحاجتها، يلي هو الكلمات التشجيعيه. او بجوز تكون مثلا الاهتمام، اعطيه جزء من وقتي، هو حاسس بانه في فراغ عنده للطرف الاخر، ما في اهتمام. او بجوز تكون مثلا بعض الهدايا، تهادوا تحابوا، مثلا بيكون عم يناطر مثلا هديه، حسب اللغه هو يلي بيحب انه فعليا يتواصل معه. لازم ما نخلي هي الغيره لانه شيء تخلق شيء مو منيح، فنحن لا ما بدنا نوصلها لهون. خلينا نبني قنوات تواصل، خلينا نبني هون بيكون قنوات في تعامل محبة. بذكاء لازم، هو الذكاء العاطفي، الذكاء العاطفي استثماره تماما. بدنا نبني معه كمان انه مثل الاستماع التعاطفي، اعرف شو بده، ليش هو مثلا قدر ساعده، حتى كمان مو هو مثلا غيران من هالنجاح اللي انا وصلت له او من النجاح اللي حققه فلان معين. اعرف انا شو بده، اساله، اخذ واعطي معه لشوف انه ممكن نقدر نساعده لحتى يحقق كمان هو اهدافه ويكون متميز. تماما، بجوز هو بحاجه لمساعده بس هو عبر عنها بغيره. مثل الاطفال وقت نحن مثلا بتلاقيه عم يغار من اخوه الصغير، طب ليه عم يغار من اخوه الصغير؟ هي بسيطة لأنه هو بيكون بده اهتمام من والدينه أكثر، مثل ما الأم بتهتم بالطفل لأنه هي احتياجاته مثل الرضاعة، مثل التغيير، مثل أي اهتمام بالطفل المولود الجديد يعني. فالطفل الثاني بحس بالغيرة، هي فعلياً مو غيرة، هي فعلياً أنه أنا هون، أنا موجود، اهتموا فيني، بيكون بحاجة للاهتمام. لكن يمكن نحن نسر وقتها نتعامل مع الأشخاص المحيطين فينا نكتسب مهارات جديدة. أول شيء كيف نقدر نكتسب هالمهارات ونستثمرها بمكان الصحيح، وكيف بنعرف أنه اكتسبنا مهارات جديدة من خلال تعاملنا مع محيطنا؟ هلا المهارات اللي نحن لازم نكتسبها، اول شيء لازم فعليا نعمل دورات، دورات لحتى ننمي من شخصيتنا، دورات لحتى نطور من مهاراتنا. قراءه كتب، الانسان القارئ هو الانسان المتفتح، الانسان المدرك للحظه الحقيقيه، مدرك بالفعل اللحظه الحقيقيه اللي هي ممكن نخلق فيها السعاده. لازم دائما دائما نتعرف على اشخاص جداد، ما نضل نحن بقوقعه النفس ذاتها، ما نطلع من المحيط، لا دائما نتعرف على اشخاص جداد، دائما يكون في عنا كتب جديده، اهتماماتهم غير اهتماماتنا لحتى يمكن نتبادل معهم المعرفه. انا مو بدي ابني معهم علاقات تواصل، يا اما في عندي حلين، يا اما بدور على الاشخاص يلي مثلي لحتى يشبهوني، يشبهوا تصرفاتي، يا اما انا في عندي قرار ذاتي داخلي انه انا اتقبل الاخر مهما كان، لانه انا بذات نفسي انا بدي اعمل قنوات تواصل معه. شوف انا شو ممكن انا استفيد من هذا الشخص يلي مقابلي، ممكن استفيد منه علم، ممكن استفيد منه مهارات جديده، ممكن استفيد منه مهارات بحياتي، يعني كيف انا مثلا اتعامل مع اولادي. هي هي الفكره اللي حتى انه انا اقدر اعمل قنوات تواصل جديده. وهون يمكن بيلعب دور فن التواصل. الشخص المتميز بده يكون عنده ذكاء عاطفي وفن التواصل ليقدر فعلا يكتسب يمكن مهارات وخبرات من المحيط، فينا نقول. فقديش بيلعب دور فن التواصل؟
بيلعب، هي اول شغله لحتى الواحد يقدر يعمل مهارات تواصل لنا، انه يبني الفه مع الشخص المقابله. يعني مثلا انا ما فيني اقعد شخص مثلا مقابلي عم يحكي معي بلطف كثير، بتواضع كثير، بلغه ناعمه كثير، بصوت كثير منخفض، وانا اجي مثلا قابله بلغه جسد قويه كثير، بنبره صوت حاده كثير، حتى ملامح وش غاضبه، انا قطعت مهارات التواصل كلياتها بيني وبينه. لا، أنا بدي ابني إلفة، بدي لغة جسد مناسبة لإله يلي هي تكون مراية بالنسبة إله. أنا كيف مثلا شوف لغة جسده، كيف الطريقة اللي قاعد فيها، كيف الطريقة اللي عم يتحاور فيها، كيف نبرة الصوت، كيف لحن الخطاب، وأنا كون مراية الشخص يلي قاعدة مقابله تماما. إذا بدنا نرجع لمصطلح التميز، يعني كل طالب بحب ينجح بمدرسته أو حتى بجامعته، لكن بيتمنى أكثر أنه يكون متميز، وأيضاً كل فرد بالمجتمع بيحب يؤدي عمله بشكل صحيح، لكن بينبسط وقت يكون متميز ضمن كيف عمله. كيف نقدر بالفعل نحن نكون متميزين، إن كان للطلاب بجامعاتهم ومدارسهم، وإن كان للأفراد العاملين؟ بقدر أعطيهم نصيحة أنه نحن أول شيء نكون في عنا انضباط بكل شيء حوالينا، ثانياً النظام، ثالثاً الإصرار على تحقيق الهدف، الإصرار على تحقيق كل فكرة أنا حطيتها، كل فكرة بتطلع أنا لازم تكون عندي مكتوبة، هي هدف أنا بدي أصل له. طالما نحن الأفكار اللي عنا والأهداف اللي عنا حطيناها قدامنا مكتوبة، حطينا خطوات تحقيقها، فأنا رح أصلها ورح كون بالفعل متميز. ما يكون في عنا هذا التراخي كطلاب، أنه مثلا يلا لسه بكرة منلحق، لسه في وقت للفحص، وهذا كتير منشوفه عن طلاب الجامعات أو طلاب المدارس. أنا طالما في عندي انضباط، في عندي معناتها تنظيم، في عندي نظام، في عندي أنا أسلوب حياة بدي جديد بدي أتبعه، أنا في عندي قرار داخلي بالتغيير، فأنا ما حكون على الرتم القديم يلي هو أني أنا أترك دروسي وأهملها وما تابع أنا وما أشتغل، ما تابع مثلاً مع الدكتور، ما تابع مع المدرسة. هذا الشيء بالفعل رح يعطيني تراجع بالأداء. أما الانضباط، هدول نصائح ثلاثة، الانضباط والنظام والإصرار على تحقيق الهدف، رح يخلقوا إنسان متميز. طيب، يمكن ذكرتي نقطة كتير مهمة نسور، لما عم نحكي عن فن التواصل واستثمار الذكاء العاطفي، قديش فن التواصل بيلعب دور، وقديش فين يكون مراية الشخص اللي مقابلك. كيف بتقدر يعني تزبط أنه يكون مرايته؟ أحيانا لا، بتلاقي التميز أنه بدي أفرض شخصيتي وأرجي أنه أنا شخص مختلف. هلا انا طبعا بشخصيتي انا شخص مختلف، ولكن انا بدي يكون بدي اعمل له اول شيء مجاراه بعدين قياده. يعني انا اول شيء بعمل له مجاراه بتفاصيله بحركاته بكلماته، بعدين انا بدي اعمل له قياده، اخذه على المحل اللي انا فيه. مثل عنا اطفال الروضه، طفل الروضه اول ما يدخل على المدرسه بيكون ما بده يدخل على الصف، ما بده يحكي مع الانسه اللي هي موجوده معه. طيب هي لو اخذته بحديث طفولي، شو بدك، تعال نلعب، تعال اورجيك، تعال اعرفك اللي موجود هون، تعال نلعب. فهي بالفعل عملت لغه تواصل مثل كمان انا في عندي طفل صغير طوله مثلا بيطلع هالقد، وفي عندنا انسه بتكون كثير طويله، فانا اذا بدي هذا الطفل يطلع هيك على هي الانسه، هي قتلت لغه التواصل. اما نحن وقت بنشوف هي الانسه نزلت لعند الطفل وحاكته بلغته وحتى حاكته بصوته، فهي قدرت تعمل معه لغة تواصل، فهي عملت له هلأ هيك شو مراية، كانت مراية لإله. بعدين قدرت تعمل له قيادة، يعني أول شيء عملت له مجاراة، بعدين هي شو عملت له قيادة، سحبته مثل ما هي بدها، تعال يلا نقعد كلياتنا بالصف، تعالوا نلعب، تعالوا نرقص. هذا الفن بنلاقيه كتير كبير عند أنسات الروضة المتميزات. مو أي أنسة روضة بتقدر تضبط الصف، في أنسة روضة بتلاقيها عم تضبطه بالصوت العالي، بالخناق، بتلاقي الولد تاني يوم ما بدي روح على المدرسة، ما بدي روح، أنا خايف فعليا من الأنسة يلي عيطت عليه. أما الأنسة المتميزة بمكانها، المتميزة بموقعها، تقدر تعمل علاقة تواصل مع هذا الطفل،
وبتقدر تعمل له قلت لك مجارات بلغه الجسد، يعني مثلا قاعد على الارض بنقعد معه ما في مشكله، وقف الطفل انا بوقف معه، حبينا نركض بنركض كلياتنا، بعمل له مجاراه بالاول. بعدين وقت هو يحبني انا دخلت لقلبه، انا مباشره رح اقدر ادخل المعلومات لعقله ويصير معي انسان فعليا مبدع، مو انسان منغلق، انسان خايف. انا متى ما سكرت قلبه سكرت على عقله، ولا معلومه ممكن تصل له. يعني نسور معلومات مهمه اليوم قدمت لنا اياها ضمن صباحنا، بدنا نتشكرك كثير عليها، ونحن بنتمنى التميز لكل شخص بيسعى له انه يحقق هدفه بالتميز. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم، اكيد بنشكرك على وجودك معنا، ويمكن حاله التميز ممكن اي شخص يحصل عليها ان كان في مجال عمله او حياته الاجتماعيه او شيء خاص فيه. بنشكرك كثير على وجودك معنا. اهلا وسهلا فيكم.